مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. أعزائي طلاب الصف العاشر في مدرسة الأندلس الثانوية الخاصة للبنين، أرحب بكم من جديد في سلسلة دروس التعلم عن بعد لهذا العام، وموضوعنا الاستعارة المكنية. بداية، يتوقع منك عزيزي الطالب أن توضح مفهوم المجاز في الكلام بدقة، تحدد الاستعارة المكنية من خلال الأمثلة بشكل صحيح، توضح وتبين بلاغة الاستعارة ودورها في المعنى بشكل صحيح. قبل أن نبدأ، أريد منك عزيزي الطالب أن تتأمل المثالين الآتيين وأن تستنتج الفرق بينهما. شاهدت زهرة خضراء في حديقة منزلنا، وشاهدت زهرة تمشي في حديقة منزلنا. نعم، شاهدت زهرة خضراء، هذا تعبير حقيقي لإمكانية أن تكون الزهرة موجودة في الحديقة. أما شاهدت زهرة تمشي في حديقة منزلنا، فهذا تعبير مجازي لاستحالة أن تكون هناك زهرة تمشي في الحديقة، سمى هذا التعبير تعبير مجازي. فالمجاز عزيزي الطالب واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. قد يسألني أحدكم، ما المقصود بالقرينة؟ القرينة هي الدليل على أن كلمة زهرة لم تستخدم في موضعها، وهي كلمة تمشي دلت على أن الزهرة ليست في مكانها. استخدام الزهرة هنا استخدام مجازي. أنواع المجاز. المجاز عزيزي الطالب ثلاثة أنواع: تشبيه واستعارة وكناية. وقبل أن نبدأ، لنميز بين التشبيه والاستعارة من خلال تأمل المثالين الآتيين: الجندي أسد يقتل الأعداء، وشاهدت أسدا يقتل الأعداء. تلاحظ أن في المثال الأول قد شبهنا الجندي بالأسد، فالمشبه وهو كلمة الجندي والأسد هو المشبه به، وهذا التعبير يسمى تشبيه بلاغي. ولماذا؟ لأن الجندي وهو المشبه والأسد وهو المشبه به كلاهما موجودان في الجملة. أما في الجملة الثانية، فنجد أننا قد حذفنا المشبه وذكرنا المشبه به فقط، فقلت شاهدت أسدا، فالأسد هنا أقصد به الجندي، أي شاهدت الجندي كالأسد يقتل الأعداء، فالأسد هنا يسمى مشبه به، أما المشبه فليس بموجود في الجملة. هذا التعبير يسمى استعارة. لاحظ معي مرة أخرى عندما تقول: عندما جئت إلى المدينة كانت الأحلام نائمة والضياع يزهر، أي الدمار والخراب يزهر في خطواتي. نجد أن هناك جملتين: الجملة الأولى الأحلام نائمة والضياع يزهر، فليست هناك على وجه الحقيقة أحلام تنام ولا ضياع ينبت أو يزهر أو يثمر، فقد شبهنا الأحلام بكائن حي ينام والضياع بشجرة تثمر وتنبت. نلاحظ أن في كلا المثالين قد ذكر المشبه وحذف المشبه به، وهذا ما يسمى بالاستعارة. فالاستعارة هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. لاحظ معي عزيزي الطالب المثال المعروض أمامك: نطق القلم بالحق،
وهل هناك قلم ينطق؟ الإجابة لا، فاستعمال اللفظ القلم في غير موضعه والدليل استحالة أن يكون هناك قلم ينطق. وقد شبهنا القلم بالإنسان الذي ينطق، وذكرنا هنا المشبه وهو كلمة القلم، وحذفنا المشبه به وهو الإنسان على سبيل الاستعارة المبنية. وذكرنا شيئا من لوازم القلم وهي النطق، وهو النطق. نستنتج مما سبق أن الاستعارة من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه فعلاقتها المشابهة دائما. الاستعارة نوعان، استعارة تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به وحذف المشبه، والاستعارة المبنية وهي ما حذف فيها المشبه به وذكر المشبه، وبعد حذف المشبه به أشير بشيء من لوازمه. فعندما تقول رأيت جنديا يزأر في المعركة، فقد شبهنا الجندي بمن؟ بالأسد، لأن الجندي لا يزأر، أما الأسد فهو يزأر، فالجندي هنا يسمى مشبه والأسد يسمى مشبه به، وهنا ذكر المشبه وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يزأر على سبيل الاستعارة المبنية. الآن هيا عزيزي الطالب، أرني مهارتك في الإجابة عن النشاط الآتي. حدد الصورة الفنية تشبيه أم استعارة في الآية ووضحها. قال تعالى والصبح إذا تنفس. الإجابة الصبح إذا تنفس، أن الصبح لا يتنفس، فقد شبهنا الصبح بإنسان يتنفس، فالإجابة هي استعارة، حيث شبه الله سبحانه وتعالى الصبح بإنسان يتنفس، فحذف المشبه به الإنسان وأبقى شيئا من لوازمه القرينة التي تدل عليه وهي تنفس. مثال آخر، حدد الاستعارة وأثرها في البيت الآتي. قال الشاعر المتنبي وقد قابله الممدوح وعانقه، فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. في الشطر الأول استعارة، حيث شبه الممدوح بالبحر فحذف المشبه الممدوح وأبقى شيئا من لوازمه وهو المشي. وأثر الاستعارة توضيح مدى كرم وعطاء الممدوح. أما في الشطر الثاني من البيت تعانقه الأسد، فقد شبه الممدوح بالأسد وحذف المشبه وهو الممدوح وأبقى شيئا من لوازمه وهو العناق. وأثر الاستعارة توضيح مدى شجاعة وقوة الممدوح. إذن في المثال الأول عندما شبهنا الممدوح بالبحر استعارة، لكنها استعارة تصريحية، وشبهنا في المثال الثاني كذلك الممدوح بالأسد، وهنا ولا رجلا المقصود رجلا قامت تعانقه الأسد، فحذف المشبه وأبقى شيء من لوازمه فاستعارة تصريحية أيضا. هيا أثبت جدارتك عزيزي الطالب في الإجابة عن تدريبات الكتاب المدرسي صفحة 85. السؤال، اشرح الاستعارة المبنية التي تحتها خط فيما يأتي مبينا المشبه والمشبه به المحذوف والدليل عليه. مدح أعرابي رجلا فقال فلان يرمي بطرفه حيث أشار الكرم، أي أنه إنسان كريم ويغدق. فهنا قد شبه الأعرابي الكرم بإنسان وحذف المشبه به وهو الإنسان، ودلل عليه بصفة من صفاته وهي الإشارة، فالكرم لا يشير لكنه الإنسان هو المقصود. قال دعبل الخزاعي لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. هنا الإجابة في كلمة المشيب،
هي موضع الاستعارة، فقد شبه الشاعر المشيب بإنسان، شبه المشيب بإنسان، وحذف المشبه وهو الإنسان، وذكر شيئا من لوازمه وهو الضحك. قال أبو العتاهية: يهنئ المهدي بالخلافة، أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. شبه الشاعر الخلافة بالغادة، وحذف المشبه به وهو الغادة، ودلل عليه بصفة من صفاته وهي منقادة وتجرر أذيالها. ننتقل معك عزيزي الطالب إلى الهدف الثالث والأخير من أهداف درسنا لهذا اليوم، وهو بلاغة الاستعارة وأثرها في المعنى. الاستعارة لها ثلاثة أغراض، وهي التجسيم والتشخيص والتوضيح. التجسيم عندما يكون المشبه شيئا معنويا والمشبه به شيء مادي. مثال ذلك عندما تقول: تحطم اليأس على صخرة من الأمل، فقد شبهنا اليأس وهو شيء معنوي بشيء يحطم، ببناء أو شيء مادي يحطم، كأنه شيء حسي، والهدف من الاستعارة هنا هو التجسيم. التشخيص نعني ننسب للجمادات والطبيعة صفات بشرية، مثال: معالم قطر تروي قصة حضارتها، فقد شبهنا المعالم بإنسان يروي، وكما قلنا من قبل نطق القلم بالحق، فقد شبهنا القلم بإنسان ينطق على سبيل التشخيص. التوضيح لتوضيح المعنى وبيانه، ومثال ذلك: بني الإسلام على خمس، شبهنا الإسلام بشيء أو بناء يبنى ويقام. والآن هي بناء لنطبق على ما تعلمناه من خلال الإجابة عن هذا النشاط. حدد نوع الصورة البيانية فيما تحتوي خط في العبارة الآتية، ثم بين دورها في المعنى. العبارة: تطلعت عيون المجد لك، وأصغت آذان المجد إليك. نجد أنه صور المجد بإنسان له عيون وبإنسان له آذان، وحذف المشبه به وهو الإنسان على سبيل الاستعارة المبنية. ودور الاستعارة، وركز على هذا الأمر عزيزي الطالب، وأثرها في المعنى هو تشخيص وتجسيد المجد في صورة إنسان يبصر ويسمع، وهي تبين مكانة الممدوح العالية. أقسمت سيوفهم ألا يضيع لحق لهم، فقد شبه السيوف بإنسان يقسم على سبيل الاستعارة المكنية، والغرض من الاستعارة ودورها وتشخيص سيوف في صورة إنسان يقسم، وهي توضح دورهم في نصرة الحق. المثال الأخير: مواطن لم يسحب بها الغي ذيله، وكم للعوالي بينها من مساحب، فقد شبه الغي بحيوان له ذيل يسحبه على سبيل الاستعارة المكنية. ودور الاستعارة في المعنى تشخيص وتجسيد الغي في صورة محسوسة لحيوان يسحب ذيله، وهي تبين وتوضح طهر هذه المواطن من الغي. لذلك نقول لك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تركز على المحذوف، فإذا كان المشبه به هو المحذوف والمذكور هو المشبه فهي استعارة مكنية. أما عن الدور فتوضح ما الذي قدمته الاستعارة، وما الفكرة التي أكدتها ووضحتها وبينتها. ففي المثال الأول مكانة الممدوح العالية، وفي الثاني دوره في نصرة الحق، وفي الثالث طهر هذه المواطن. جئنا وإياكم عزيز الطالب إلى نهاية درسنا، أشكركم على حسن متابعتكم. وقبل أن نختم معكم نذكركم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مدارس الأندلس والإجابة عن ورقة عمل بعنوان الاستعارة المكنية. لا أن ألتقي معكم في درس آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.